بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة البرامج الخاصة في هندسة جيبيني كوم، برحب بكم في سيكشن جديد والسيكشن الأخير في مادة اندستريال ومادة باور الكترونيكس. زي ما حضرتك شايف كده، سيكشن هذا هيتكلم على الدي سي تشوبرز. الدي سي تشوبرز دي هي عبارة عن دي سي تو دي سي كونفرترز، هي عبارة عن محولات بتحول المصدر الدي سي من مصدر دي سي ثابت لمصدر دي سي متغير، او مصدر دي سي متغير لمصدر دي سي ثابت، على حسب الابليكيشن اللي انا هشغله فيه. فمثلا لو انا شغال في الدي سي درايفز، دي سي درايفز يعني بتحكم في سرعة موتور دي سي. فانا بتحكم في سرعة موتور الدي سي، محتاج ان يكون المصدر عندي مصدر دي سي فاريبل. طب لو انا عندي مصدر دي سي ثابت والسورس عندي فيكسد دي سي، فيكسد دي سي، فاروح جايب دي سي تو دي سي كونفرتر، بالتالي اخد منه فاريبل دي سي فاقدر اتحكم في سرعه الاله. في تطبيقات البي في باور بلانتس او في تطبيقات الدي سي ستابلايزرز، بيبقى الدخل عندي فاريبل دي سي. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت مثلا عندك بي في، الاشعاع بيبقى جاي لك متغير، فبالتالي جهد خارجها بيبقى متغير. فانت عشان تظبط نقطه ماكسيمم باور بوينت، فبتحتاج ان انت تثبت جهد خارج البي في عند قيمه معينه، فبتحتاج تجيب دي سي تو دي سي كونفرتر عشان تثبت جهد الخارج عند قيمه جهد معينه. وبرضه بتستخدم فيه ك دي سي ستابلايزرز، لو انت عندك مصدر جهد فيه بيحصل فيه تذبذبات في جهد الدي سي وعايز تثبت جهد الخارج بتاع المصدر، فبتجيب له دي سي تو دي سي كونفرتر، وبالتالي بيبقى شغال دي سي ستابلايزر. المين بيزك تايبز من الدي سي تشوبرز، في عندي باكت شوبر وفي عندي بوست شوبر. الباكت شوبر هو ستيب داون شوبر، هو عباره عن الشوبر بيكون جهد خارجه الدي سي، الافريج فاليو بتاعت جهد الخارج اقل من او يساوي جهد الدخل. وفي عندي البوست شوبر، بوست شوبر بيكون جهد خارجه اعلى من جهد الدخل او بيساويه. نبدا بالستيب داون شوبر. الستيب داون شوبر زي ما حضرتك شايف كده، مثلا لو انا شغال على ريزيستيف لود، هو ما هو اللي عباره عن سويتش. السويتش ده اون اوف، لو انا السويتش ده بيبقى بين اللود وبين المصدر الدي سي، فبعمل له تشوبينج، عمليه تقطيع، فبوصله فترات، فتره مثلا ولتكن التي اون. لما اوصل السويتش زي ما حضرتك شايف كده بالمقاومه ار، اوصل السويتش في الدايره كده، انا وصلت السورس الفي اس بالار لفتره ولتكن مثلا تي اون، وفصلته فتره ولتكن تي اوف. مجموع الفترتين بتسمى تي وبيسموها السويتشنج بيريود. التي اون هي فترة تشغيل السويتش، تي اوف هي فترة فصل السويتش. لو اللود ريزيستيف هيبقى الجهد عندي زي ما حضرتك شايفه كده، هيبقى عبارة عن زي ما انت شايفه كده، عبارة عن بالسز، جهد دي سي بس اتقطع. الجهد المنقط اللي فوق ده كان هو الفي اس، جهد ثابت بيور دي سي. طب الجهد اللي هو السوليد، السوليد ده هو جهد الخارج، هتلاقي عبارة عن بالسز، انا وصلته فترات، فصلت المصدر فترات وفصلته فترات. الافريج فاليو ليه هو المنقط الثاني اللي تحت ده عباره عن الافريج فاليو للاوتبوت فولتج. هتلاقي ان دايما الافريج بيبقى اقل من او يساوي الخارج. امتى يساوي الخارج؟ امتى يكون الخارج بيساوي الدخل؟ لو التي اون بتساوي التي، لو انا موصل السويتش دايما، هتلاقي الافريج فاليو لجهد الخارج هو نفس الافريج فاليو لجهد الدخل. طول ما انت بتعمل عمليه تقطيع والسويتش توالي زي ما حضرتك شايف كده، هتلاقي ان جهد الخارج بيكون اقل من او يساوي جهد الدخل. فترة التشغيل تي اون، فترة فصل السويتش تي اوف، فترة كلية بتسمى تي. في عادة تعريف التي اون على التي، اللي هي نسبة فترة تشغيل السويتش الى الفترة الكلية، تي اون على التي، نسبة التي اون على البيريود، بتسمى الديوتي ريشيو. الديوتي ريشيو دي مهمة جدا معايا في بعض الحسابات. يبقى دلوقتي الديوتي ريشيو الكي او الديوتي سايكل هي التي اون على التي، يبقى التي اون هي كي في التي، يبقى الكي هي نسبة التي اون من التي، وبالتالي التي اوف هي البيريود الكلية ناقص التي اون، هتلاقيها بتساوي واحد ناقص كي في التي. طب التي دي احسبها ازاي؟ ممكن يديني في مسألة السويتشنج فريكوانسي، يبقى لو اداني اف اللي هي السويتشنج فريكوانسي، يبقى اقدر احسب البيريود تي او السويتشنج بيريود تي ان هو واحد على اف. وانس انك عرفت التي، ممكن تحسب بقى التي اون والتي اوف بدلاله الكي. لما تعرف انت الكي بقى، تقدر تحسب الافريج فاليو لجهد الخارج والار ام اس فاليو لجهد الخارج والاثباتات عندك في المحاضره. الفي اوت افريج هتلاقيها بتساوي كي في الفي اس. يعني مثلا لو انا بشغل السويتش بديوتي ريشيو نص،
يعني التي اون بتساوي نص التي، هتلاقي ان الافريج فاليو للجهد الخارج بيساوي نص في الفي اس. فلو كان الفي اس 200 يبقى هتلاقي الافريج فاليو للجهد الخارج 100 فولت. الار ام اس فاليو للجهد الخارج بيساوي جذر كي في الفي اس. لو انت عايز تحسب الافريج فاليو للتيار، طبعا التيار هيبقى نفس شكل الجهد لان اللود ريزيستيف هيساوي في اوت افريج على ار. طبعا اللود ريزيستيف بتلاقي فيه تغيرات مفاجئه في التيار، مفيش اي مشاكل، مفيش اي عناصر هنا بتخزن طاقه، بالتالي التيار ممكن يتغير فجاه مع الجهد. يعني الجهد بيتغير فجاه والتيار ممكن يتغير فجاه. لو انا في عندي ال توالي، ال التوالي هتمنع تغير التيار المفاجئ. ولو في عندي مكثف، برضو المكثف هيمنع تغير الجهد المفاجئ. مفيش عندي هنا لا ملف ولا عندي مكثفات، بالتالي التيار والجهد زي ما حضرتك شايف كده هيطلعوا بالسز زي ما حضرتك شايف كده، وفيهم تغيرات مفاجئه. طب لو اللود عندي بقى ار ال لود زي ما حضرتك شايف كده، فهي حلقه جنرال انت خدتها في المحاضره، خدت لود اللي هو ار وال ومعاه باتري اي، بتعبر مثلا عن موتور مثلا، والاي دي مثلا الباك اي ام اف بتاعته لو انت بتعمل دي درايف مثلا. وفي عندك فري ويلنج دايود، والتشوبر برضو لازال توالي لان ده ستيب داون تشوبر. هتوصل السويتش فتره تي اون وهتفصله فتره تي اوف، ومجموع فترتين برضو تي زي ما حضرتك شايف في الويف فورم تحت. برضو التي اون على التي هي الديوتي ريشيو. هتلاقي ان التيار بقى مش زي التيار في رسمه الريزستيف لود. الريزستيف لود كان التيار نفس شكل الجهد، انما هنا بسبب وجود الملف التيار مش هيحصل له تغيرات مفاجئه. لما انت توصل الجهد او توصل التشوبر او توصل السويتش، بالتالي انت وصلت اللود بالسبلاي كده، هيبقى فيه جهد، هيبقى فيه جهد على اللود. لما يبقى فيه جهد على اللود الملف هيسحب باور. هيسحب باور بيسحبها ازاي؟ بيسحبها عن طريق انه يزود التيار بتاعه، التيار يبدا يتزايد، تيار اللود يتزايد كده الملف بيسحب باور. طب بعد كده هتفصل السويتش، ايه اللي هيحصل؟ الملف هيبدا يفرغ الطاقه بتاعته، عشان كده لازم يكون في فري ويلنج دايود. هيفرغ الطاقه بتاعته فالتيار بتاعه يبدا يقل زي ما حضرتك شايف كده. فهتلاقي في فتره التي اون هتلاقي التيار كانستنتينيوس فاليو، انا مسميه اي واحد، اي واحد سمول، اي واحد اوف تي، هيبقى ليه معدل. ولما تفصل السويتش هيبقى فيه اي 2. اي 2 ده فين؟ ماشي في اللود مع الفري ويلنج دايود زي ما حضرتك شايف كده، هو كاتب لك على الرسمه في الفري ويلنج دايود اي 2. اي 2 ده ما بيمرش الا اذا انا فصلت السويتش. واي واحد اللي هو جاي من التشوبر ما بيمرش الا لو انا فتح، لو انا موصل السويتش. والاثنين كده مجموعهم مع بعض يديك مين؟ اللود كارنت اللي ماشي في الار ال والباتري. هتلاقي الجهد نفس الشكل، يعني برضه هتلاقي الافريج فاليو بيساوي كي في الفي اس. الجهد ما فيهوش اي تغيرات، ليه؟ لان مش حاطط مكثف توازي مع الحمل، مفيش اي مكثفات. انا بس كل الموضوع التيار اللي حصل فيه اختلافات. هتلاقي ان التيار بيتراوح ما بين قيمتين في الستيت ستيت، ما بين قيمه اسمها اي واحد وقيمه اسمها اي 2. اي واحد دي بالنسبه لي انا مسميها هي القيمه الصغرى للتيار، اقل قيمه للتيار، اقل قيمه للتيار هي القيمه اللي بيبدا عندها لحظه السويتشنج اون، هي اي واحد. طب اي 2 هي اقصى قيمه للتيار، هي القيمه اللي بيوصلها التيار قبل ما اعمل سويتشنج اوف. يبقى اي 1 واي 2 انا كاتبهم كابيتال، واي 1 سمول ده بيعبر عن المعادله، واي 2 سمول ده هيعبر عن الكيرف نفسه، انما اي 1 كابيتال واي 2 كابيتال بتعبر عن قيمه التيار، قيمه واحده. فديورنج الاون بيريود هتلاقي التيار كان بيتزايد، وانا كنت مسميه اي واحد سمول، اي واحد سمول اوف تي، هتلاقي دي معادلته بيساوي اي واحد كابيتال. اي واحد كابيتال هي قيمه التيار الصغرى، هي قيمه التيار لحظه السويتشنج اون. في اس ماينس ار على ال في تي، الار هي مقاومه اللود، ال اللي هي الاندكتنس بتاعه اللود، والتي ده هو الزمن اللي هلاقيه بيتغير من زيرو للتي اون، هعوض عن تي دي من زيرو لتي اون، زائد الفي هي جهد المصدر ناقص الاي هي جهد البتري. لو كان في عندك بتري هتعوض عن الاي، ما كانش فيه بتري هتعوض عن الاي بزيرو. على الار هي مقاومه الحمل في واحد ناقص اي ماينس ار على ال في التي. كل القيم في المعده ديت ارقام ثابته، يعني اي واحده قيمه ثابته، الفي والاي والار قيم ثابته، والال قيمه ثابته. ايه الفاريبل عندي؟ التي. كل ما بيتغير الزمن كل ما هيتغير قيمه اي واحد، اللي هو كان الكيرف اللي كان مرسوم هنا، اللي هو الكيرف الاحمر اللي هو متشاور عليه ومكتوب عليه اي واحد. دي معادلته. طب هعوض في المعادله دي، لو عوضت عن التي بزيرو، المعادله دي متاحه ليك انك تعوض عنها، تعوض عن التي فيها من الزيرو للتي اون. لو عوضت عن التي بزيرو هتلاقي ان الاي واحد قيمته بكام؟ هتلاقي ان اي واحد قيمته باي واحد سمول. لو عوضت عن اي واحد وفي تي دي عوضت عنه بتي اون، يعني بعد فتره السويتشنج اون، هتلاقي ان اي واحد وفي تي بيساوي اي 2 اللي هي اقصى قيمه هيوصل لها قبل ما اعمل سويتشنج اوف.
يبقى زي ما حضرتك شايف كده اي واحد لما اعوض عن التي بالتي اون في المعادله اللي حضرتك شايفها هنا دي، اي واحد وفي تي اون هيساوي اي اتنين. مهمه معايا المعادلات دي عشان هحسب بيها قيم اي واحد واي اتنين في المسائل. يبقى دلوقتي انا معايا المعادله رقم واحد اهي، لازم تحدد التي اون والتي. اول حاجه هتحدد التي كابيتال انها واحد على اف، بعد كده هتحدد التي اون بتساوي كي في التي، والتي اوف واحد ناقص كي في التي. بعدين تعوض في المعادله اللي هي اي واحد وفي تي دي، تعوض عن كل تي فيها بتي اون، هتلاقوا اي واحد وفي تي بيساوي اي اتنين، وهتبقى دي بالنسبه لها هتبقى المعادله رقم واحد. انا هقدر احسب منها قيم اي واحد واي اتنين. طب دلوقتي قدامي لسه معادله تانيه، المعادله التانيه هي بتاعت اي اتنين اللي هو الكيرف اللي الطير فيه بيحصل له تناقص، معادلته زي ما حضرتك شايف كده اي اتنين في اي اس ماينس ار على ال في تي. اي اتنين ده هو اقصى قيمه ممكن الطير يوصل لها، ودي القيمه اللي بيوصلها الطير قبل ما اعمل سويتشنج اوف. في اس ماينس ار على ال في تي ناقص اي على ار في واحد ناقص اي اس ماينس ار على ال في تي. برضو دي كل القيم في المعادله دي قيم ثابته، والمتغير عندي هو الزمن. لو عوضت عن التي بتي اوف، المعادله دي ممكن تعوض عن التي فيها من زيرو لتي اوف. الزيرو هي لحظه السويتشنج اوف، والتي اوف بعد انقضاء فترة السويتشنج اوف هيبقى قيمة التيار كام؟ هيبقى قيمة التيار اي واحد. فبالتالي لو انا عوضت في المعادلة بتاعت اي اتنين دي، عوضت عن التي بقيمة التي اوف اللي هي واحد ناقص كي في التي، هلاقي ان الاي اتنين اوف تي اوف بيساوي مين؟ بيساوي اي واحد. نشوف مع بعض المسائل. اول مسألة مديني باكت شوبر اللي هو ستيب داون شوبر، السويتشنج فريكوانسي ليه 500 هرتز، الديوتي ريشيو ليه نص، المقاومه بتاعه الحمل 5 اوم، ال ال بتاعه الحمل 1 من 10 هنري، مش مديني باتري كده هنعوض عن ايه في المعادلات دي زيرو. مطلوب مني ايه في المساله؟ مطلوب مني الافريج فاليو للجهد والار ام اس فاليو للجهد، ومطلوب القيم المينيمم والماكسيمم اللي الطير هيتراوح ما بينهم في الستيدي ستيت اللي هم اي 1 واي 2، اي 1 كابيتال واي 2 كابيتال. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لك فايند الافريج فاليو لي والار ام اس فاليو لي في اوت، وعايز الماكسيمم اند مينيمم فاليوز اوف ذا لود كرنت ان ذا ستيدي ستيت. طبعا اولا جهد الدخل 200 فولت، السويتشنج فريكوانسي 500 هرتز، الكي بنص، الار ب 5 اوم، ال ال ب 1 من 10 هنري. اول حاجه بدايه الكي وبدايه الفي اس تقدر تحسب الفي اوت افريج والفي اوت ار ام اس. الفي اوت افريج بيساوي كي في الفي اس، نص في ال 200 هيديك 100 فولت. الفي اوت ار ام اس جذر كي في الفي اس جذر النص في 200 هيطلع معاك بالرقم اللي هو 141.4214 فولت. طب بعد كده طالب مني اي 1 واي 2، هتضطر تدخل في المعادلات اللي انا قلت لك عليهم الاي 1 وفي تي والاي 2 وفي تي، وعشان تدخل فيهم مبدئيا كده مش هتقدر تتعامل الا لما تعرف قيمه التي اون والتي اوف. طب التي اون والتي اوف هتعرفه منين؟ بدايه الكي والتي كابيتال. طب التي كابيتال بكام؟ التي كابيتال بتساوي 1 على اف، يبقى بدايه كده التي كابيتال بتساوي 1 على اف، 1 على 500 هتطلع 2 في 10 ماينس 3 سكند. تي اون بتساوي كي في التي، الكي بكام؟ بنص. والتي اوف بتساوي 1 ناقص كي في التي، فهتلاقي التي اون بتساوي تي اوف بتساوي 10 اس ماينس 3. هتطلع المعادله رقم 1، الاي 1 بيساوي اي 1 كابيتال في اس ماينس ار على ال في تي زائد في اس ناقص اي. الاي قيمتها هنا هتبقى بصفر لان مفيش باتري، على ار في 1 ناقص اس ماينس ار على ال في تي. هتعوض عن التي بالتي اون، وتساوي المعادله دي كلها لما تعوض عن التي بتي اون هتساوي قيمتها اي 2. يبقى اي 2 شيل اي 1 سمول دي وحط مكانه اي 2، والناحيه الثانيه من المعادله عوض عن كل تي بتي اون، تطلع معاك الشكل ده اي 2 بيساوي اي 1 في اس زائد 200 على 5 في 1 ناقص اي اس. المعادله ديت هتلاقيها معادله في اي 1 واي 2، ودي هتبقى المعادله رقم 1 زي ما حضرتك شايف كده. اي 2 بيساوي 0.95123 اي 1 زائد 1.951، ودي المعادله رقم 1 ما بين اي 1 واي 2. هجيب المعادله الثانيه منين؟ هجيب المعادله الثانيه من المعادله بتاعت اي 2 سمول. اي 2 سمول زي ما حضرتك شايف بتساوي اي 2 في اس ماينس ار على ال في تي ناقص اي على ار في 1 ناقص اي اس ماينس ار على ال في تي. الاي بكام؟ قيمتها بصفر لان ما فيش هنا باتري. هتعوض عن التي بالتي اوف في الرايت هاند سايد في الطرف اليمين، وفي الطرف الشمال لما تعوض عن
الطرف اليمين التي بالتي اوف، هيبقى الطرف الشمال اي 2 اوف تي ديت، اي 2 سمول دي قيمتها بعد بعد انقضاء السويتشنج اوف البيريود بتاعت السويتشنج اوف هيبقى قيمتها كام؟ هيبقى قيمتها اي 1. يبقى بالتالي تطلع معايا المعادله بالشكل ده، اي 1 بيساوي اي 2 في 0.95123. هتحل المعادلتين دول، المعادله رقم 1 والمعادله رقم 2، هتجيب قيم اي 1 واي 2 زي ما حضرتك شايف كده. المساله اللي بعدها بيقول لي ايه؟ بيقول لي حل نفس المساله. في نفس المساله لو انا ضفت بقى باك اي ام اف او باتري قيمتها 100 فولت في اللود سيركت، مطلوب منك تجيب المينيمم والماكسيمم لود كارنت. نفس الفكره نفس المعادلات، بس كل الموضوع هتعوض عن ايه بكام؟ هتعوض عن ايه بقيمه ال 100 فولت. لما تعوض وتحل المعادلات هتلاقي طلع لك حاجه، طلع لك ان الاي 1 قيمته سالبه. سالبه يعني المفروض يمر اي 1 ده يمشي في تيار عكسي، يعني المفروض السويتش يمشي في تيار عكسي والسويتش ما بيمرش في تيار عكسي. طب يبقى ده ايه؟ يبقى ده معناها ان الاي 1 هيبقى قيمته صفر، مفيش تيار اصلا هيجي بالسالب. دي معناها ان الاي 1 هيبقى بدايته صفر، يعني ما يطلع معاك اي 1 قيمته سالبه الغي القيمه ديت وعوض عن اي 1 بكام؟ بصفر، لان السويتش مش هيسمح لتيار سالب انه يمر. يبقى بدايه لحظه السويتشنج اون هيبقى اي 1 قيمته زيرو. تاخد قيمه اي 1 دي تعوض بها في المعادله بتاعه اي 1 سمول اوف تي، اللي هي اي 1 بيساوي اي 1 في اس ماينس ار على ال في تي زائد في ناقص اي على ار في 1 ناقص اس ماينس ار على ال في تي. هيبقى معاك قيمه اي 1، هيبقى الرايت هاند سايد كله معلوم. تعوض عن التي بالتي اوف بالتي اون سوري، تعوض عن التي بالتي اون، الرقم اللي هيطلع لك من الطرف اليمين ده هو هيبقى قيمه مين؟ هيبقى قيمه اي 2. عوضت خدت اي 1 بزيرو، عوضت بقى في المعادله بتاعت اي 1 سمول اوف تي، عوضت في المعادله بتاعت اي 1 سمول اوف تي، جبت قيمه مين؟ جبت قيمه اي 2، طلع 0.9574 امبير. يعني اي 1 هيطلع زيرو واي 2 هيطلع 0.9574 امبير. كده يا شباب احنا خلصنا سيكشن النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا وبالتوفيق يا شباب.